بهدف دعم المؤسسات ورواد الأعمال الشباب من جميع الدول العربية في تطويرهم للمحتوى الرقمي باللغة العربية، أطلقت الإسكوا ومؤسسة جوائز القمة العالمية عملية تقديم الطلبات لجائزة المحتوى الرقمي العربي الأولى من أجل التنمية المستدامة، والجائزة مفتوحة أمام المؤسسات ورواد الأعمال الشباب من الدول العربية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تم الإعلان عن الفائزين بمسابقة تحدي الفيديو حول استصلاح الأراضي المتدهورة في المنطقة العربية، وتراوحت أعمال المشاركين في المسابقة بين 15 و30. أعدوا أشرطة فيديو تسلط الضوء على مشكلة تدهور الأراضي في المنطقة العربية. في 14 حزيران يونيو، أطلقت الإسكوا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز الدراسات لكبار السن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2020-2030، وتضع هذه الاستراتيجية الإطار اللازم لرسم خارطة طريق تهدف إلى حماية وتمكين كبار السن في لبنان.